أصدقائي المشاهدين، مساء الخير، مرحبا بكم في الحلقة 100 من سلسلتنا قصة كتاب. إن كنتم تشاهدون هذه السلسلة لأول مرة يمكنكم أن تكتشفوها عن طريق العودة إلى الحلقات السابقة، ويمكنكم أن تدعمونا عن طريق الاشتراك ومشاركة الفيديوهات مع أصدقائكم. الكتاب الذي سأقدمه لكم اليوم هو كتاب مهم جدا في تاريخ المغرب، لأنه يعالج فترة حساسة وخطيرة ومهمة ومفصلية من تاريخنا المعاصر، إنها فترة الحماية. عنوان الكتاب هو المغرب من الحماية إلى الاستقلال 1912-1956، من تأليف السوسيولوجي والمؤرخ الفرنسي جورج سبيلمان. جورج سبيلمان كان ضليعا في الشؤون المغربية، وكان ضابطا للشؤون الأهلية، كان يتقن العربية الفصحى، يقرأ بها ويتقن الدارجة، ويتقن كذلك الأمازيغية بلهجاتها. كان مفتونا بالحديث إلى كبار السن، وكان عارفا بالقبائل، وكان كذلك له مقاربة إثنولوجية وسوسيولوجية، وطالما استعانت به سلطات الحماية لمعرفة خبايا المغرب العميق. هذا المؤلف مهم جدا، لماذا؟ لأنه يطلعنا على مرحلة حساسة وأساسية من تاريخ المغرب. للأسف الكثير من الدارسين والكثير من الملاحظين والمساهمين في النقاش العام يريدون أن يعتبروا أن المغرب لم يستعمر، أو أن تلك صفحة غير مشرفة وبالتالي ينبغي القفز عليها. ما وقع بين 1912 و1956 مؤثر جدا، سواء شئنا أم أبينا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بطريقة واعية أو لا واعية. كما يقول المؤلف الفرنسي ريمي لوفو، صاحب كتاب الفلاح المغربي المدافع عن العرش، يقول أن نظام المغرب، نظام المخزن، تعلم من مدرسة الحماية. إذن هذا الكتاب يقدم لنا المدرسة والظروف التي تعلم منها المغرب. وهنا سأضيف مجموعة من الملاحظات حول الكتاب. الكتاب كان موضوعي جدا، لأنه يأتي بين نزعتين نعرفهما جيدا: النزعة الكولونيالية العسكرية الفرنسية الاستعمارية، التي تريد أن تفهمنا بأن المغرب كان عدما ولم يكن فيه أي شيء، وأتت الحماية ووضعت النظام وأرست الاستقرار وبنت وشيدت وحولت المغرب من لا شيء إلى شيء. والنزعة الوطنية التي تريد أن تصور لنا بأن المغرب كان أفضل، وأتت الحماية ودمرته، وأن كل مآسينا تتحملها الحماية. هنا جورج سبيلمان يأتي بمقاربة موضوعية يوزع فيها التهم، ويأتي كملاحظ كان في المغرب، كان يعرف الإقامة جيدا، ويعرف نظام المخزن، ويعرف النخبة المغربية المخزنية التي لا تزال تحكم إلى الآن. هنا ينبغي أن أضيف ملاحظة، هي أن ليس المخزن فقط بقيادته وبحاشيته التقليدية ومن تعلم من الحماية، وهذا كان مهم جدا لأنه سيتحول من مخزن تقليدي إلى مخزن معاصر، بل كذلك النخبة الوطنية التي ستقود الحركة الوطنية. هؤلاء الرجالات صنعتهم فرنسا، وتعلموا من مدرسة فرنسا، ليس المدرسة بمعناها الحرفي، ولكن النظام ككل الثقافي الفرنكوفوني الذي بسط في المغرب وصنع رجالات من طينة طيبة، كما يقول جورج سبيلمان. هذا الكتاب مهم جدا، لأنه يسرد لنا حياة المقيمين العامين في المغرب الذين تناوبوا. ويأسف هنا جورج سبيلمان للمنحة الذي أخذته سياسة الحماية في المغرب منذ الثلاثينيات، مع مجيء مقيمين عامين، بعضهم له رأي طوباوي يطالب بتمسيح المغاربة، البعض الآخر كان يراهن على الظهير البربري الذي كان مأساويا في الحقيقة وأيقظ الحركة الوطنية، كما أنه يشيد بمرحلة اليوطي. ينبغي أن نتوقف عند اليوطي، لأن اليوطي كان وضع سياسة الحماية في المغرب سياسة مختلفة تماما، كانت من إبداعه الخاص. كان فيها وفيا لبلده، لمصالح بلده في المغرب، ولكن كان فيها كذلك خدوما للمغرب، لتقاليده، لاستمرار نفس النظام، وكان ملتزما بمعاهدة الحماية. هذه المعاهدة التي كان يعرف اليوطي أنها لن تدوم، ويعرف أنها ستزول يوما، لأن مآل أي معاهدة هو أن تنتهي يوما ما. هنا نرى أن جورج سبيلمان كان من مؤيدي مدرسة اليوتي، ونرى كذلك لدي ملاحظة مهمة جدا، وهي أن جميع هؤلاء المقيمين العامين
ينبغي أن نستفيد منهم، أن نستفيد على الأقل على مستوى الحكامة، لأن أغلب هؤلاء الرجال الذين خدموا الاستعمار في المغرب كانوا أوفياء لبلدهم وكانوا يتميزون بمستوى عالي من الحكامة، مستوى عالي من الشفافية ومستوى عالي من الانضباط. هؤلاء كانوا وراء تشييد المغرب شئنا أو أبينا، كانوا مخلصين. لو أن لدينا اليوم أو لدينا بعد الاستقلال رجال بنصف شفافية وبنصف انضباط وبنصف حكامة هؤلاء، لأنهم أسسوا شركات، أسسوا نظاما متكاملا لدولة، كانوا فيه أوفياء لم يغتنوا وراء بلدهم أو المغرب، رغم أنهم خدموا بلدهم كمصالح تجارية للمعمرين وخدموا كذلك المغرب ولم يغتنوا، خلافا للسياسيين طبعا المغاربة بعد الاستقلال. هذا درس في الوفاء وحب المغرب. ينبغي أن نعود إلى مدرسة اليوطي، إلى مبادئه، لأنه لم يكن فقط مستعمرا مغتصبا للمغرب، بل كان كذلك رجلا مفتونا بالمغربي له مبادئ الشرف ومبادئ كذلك الوفاء والشفافية والحكامة. في الحقيقة هنا نقف عند جورج سبيلمان على الكثير من المواد والكثير من المعلومات والكثير من الآراء المتضاربة، يأخذ من المدرسة الوطنية ويأخذ كذلك من المدرسة الكولونيالية لكي يوفق بينها ويعطينا رؤية موضوعية لما وقع فعلا، خصوصا في مسألة الحصول على الاستقلال. كان جورج سبيلمان يناصر نظرية مختلفة لحصول المغرب على الاستقلال، عارض حصول المغرب على الاستقلال مباشر دفعة واحدة دون ترتيبات. كان يناصر حصول المغرب على الاستقلال استقلال تدريجي يبدأ من إعداد الكوادر وإعداد النظام الملائم للمحافظة على المكتسبات السابقة. طبعا كانت هناك مكتسبات، لأن المغرب كان جنة ضريبية بالنسبة للأجانب، وكان كذلك كانت فيه فرص للنماء وفرص للتطور والتنمية. أصدقائي المشاهدين، أنصحكم بقراءة هذا الكتاب المهم جدا، ولا تنسوا أن تدلوا بتعليقاتكم أسفل الفيديو. قد نختلف في مواقفنا حول مرحلة الحماية، كل ينظر من زاوية مختلفة، ولكن ينبغي أن ننطلق من معطيات ومعلومات موثوقة وليس من مجرد آراء وخطابات عاطفية. لا تنسوا أن تدلوا بتعليقاتكم أسفل الفيديو، وأن تشتركوا على القناة، وأن تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. إلى اللقاء.